دليلكم إلى أحدث الأخبار والإنتاجات في دور السينما وعلى المنصات. بعد 16 عاماً، جورج كلوني وبراد بيت معاً مجدداً في فيلم أكشن كوميدي يحمل عنوان وولفز. يحاولان فيه التغطية على جريمة بشعة، وذلك وفقاً لما ظهر في الإعلان التشويقي للفيلم المنتظر في الشهر التاسع. جلين كلوز أحدث المنضمين إلى سلسلة نايفز أوت في بطولة جماعية يترأسها دانيال كريغ بدور المحقق بنوا بلان. الفيلم وهو الجزء الثالث سيحمل عنوان ويك أب ديد مان، وينتظر صدوره العام المقبل. موانا التي أحببناها منذ عام 2016 تعود في جزء ثاني ومغامرة جديدة، ويعود معها كل من دوين جونسون وأوليلي كرافاهو إلى دوريهما ماوي وموانا، لكن علينا أن ننتظر حتى نوفمبر لمشاهدة الفيلم. على منصات البث اخترنا لكم مسلسل جديد مليء بالتشويق والغموض، مسلسل إريك الذي انطلق على نتفليكس من بطولة بنديكت كامبرباتش، ويؤدي فيه دور أب يعيش أسوأ كابوس في حياته مع اختفاء ابنه. الأب الذي يعمل في برنامج للدمى المتحركة يقرر إضافة وحش أزرق جديد مستوحى من رسومات ابنه علّه يساعد في العثور عليه. إن كنتم من محبي التشويق والحبكات المثيرة لا تفوتوا هذا العمل. إن كنتم بحاجة إلى جرعة من الضحك، ليس أمامكم سوى القط البرتقالي المشاكس غارفيلد وفيلمه الذي انطلق في دور السينما. ورغم أنه آثار استياء النقاد، إلا أنه حقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر مع تخطيه لحاجز 100 مليون دولار في أول أسبوع، ويأتي بأصوات نجوم مثل كريس برات، سامويل آل جاكسون وسنوب دوغ. أما محبو الدراما والقصص الحقيقية، لا تفوتوا مشاهدة فيلم Young Woman and the Sea الذي يحكي عن أول سباحة امرأة تعبر القناة الإنجليزية أو بحر المانش الذي يفصل بين بريطانيا وفرنسا. الفيلم من بطولة دايزي ريدلي وإخراج يوكيم رونينغ الذي يبدع في تقديم عوالم بصرية أخاذة، كما شاهدنا في أفلامه السابقة مثل ماليفيسنت وبايرتس أوف ذا كاريبيان.